السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا قلنا ايه، عملنا العش الشمسي مع بعض وعملنا الملوخية الجميلة قلت لكم مع بعض، وقلت لكم هعمل منها طبق. والله ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم. بص العيش بتاعنا الحلو الجميل ده، الرغيف اللي هو كان صغير احنا قطعناه 4/4. بص جميل حلو ازاي، وادي الملوخية اللي احنا عملناها، بص خضرة وجميلة زي القشطة، بص تتكلم عن نفسها. بص الملوخية، بص كأنك انت خرطها بالظبط، بص بص مش مية، لا بص الملوخية موجودة لسه فيها، حاجة جميلة انت اللي عاملاها وبايديك وزي الفل ماشي. وادي كمان طبق السلطه بتاعنا الجميل، بصي اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص السلطه دي جميله جدا، ده مش خيار، ده قرن فلفل اخضر. على فكره السلطه دي بصي اي حاجه، عندك خيار حطي، عندك اللهم صل على النبي، مش لازم بقدونس. طب ما فيش بقدونس وانا لازم ادور على البقدونس؟ لا عادي بيمشي كله حديد، يعني الفلفل اي حاجه خضراء كلها حديد. انا عندك جرجير حطي، عندك بقدونس حطي، كزبره شبت ايا كان، قرن فلفل زي كده حطيه عليه، بقى شويه شطه من الحمراء اللي هي اللي احنا بنحبها الناعمه، وحبه ملح. وادي الملوخيه الجميله مع الله اكبر. بص العيش بتاعنا الحلو، بصي كل حاجه بتتكلم عن نفسها، حاجه جميله. بص العيش، عيش جميل بيتكلم عن نفسه. بصي ادي كده لقمه، بصي اللهم صل على الرسول صلى الله عليه. بصي الملوخيه الله اكبر، بصي بصي اللقمه عامله ازاي في الملوخيه، والملوخيه خضراء وجميله ازاي. بصي اهي حاجه جميله. حاجه فعلا لا تقاوم زي ما بيقولوا، مع سلطايه طماطمايه بقى، بصي شوية فلفل أخضر كمان، حاجة جميلة. بصي حاجة حلوة، مش لازم فراخ ولحمة، فراخ ولحمة طب حاجة غالية، ما تمشي أمورك، هيجرى إيه يعني؟ أدي سفرة اتعملت، سفرة في منتهى الجمال. وادي العيش بتاعنا الحلو الجميل اتعمل زي الفل ماشي. قشطة، حاجة في منتهى الجمال ومش مكلفة. يعني انا خدت الملوخية عملتها وفرست منها، وفرست كذا طبق، يعني انا شفت الشوية اللي كانوا في الطبق دول وعاملة كمان طبق تاني زيهم، ما شاء الله كل حاجة ربنا بيبارك فيها، يا رب يبارك ويزيد. وادي نص كيلو دقيق، ولسه على فكرة يعني اللهم صل على النبي، انا قطعت دولة وهوريكي بقى قد ايه. بصي لسه الرغيفين اهم، يعني انا قطعت اتنين، واحد اللي هو كان الصغير، وادي الاتنين الكبار. اللهم صل على النبي، حاجة حلوة في منتهى الجمال. بص حاجة عسل، بصي في منتهى الجمال، حاجة الله اكبر، حاجة سهلة وبسيطة بيتك، ولا هتروح تجيبي ولا هتشتري، كل حاجة موجودة في البيت وسهلة. يا رب دايما اشوفكم على خير واشوفكم في كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.